أهلا تغريد، وأهلا بكل من ينضم إلينا في هذه التغطية المباشرة من استديو ام بي سي هنا في مركز الإعلام الدولي في قمة العشرين. أنا وسامي جميل والعديد من الملفات والضيوف. سامي، الملف الرئيسي، ما يتحدث الجميع الآن في المركز الإعلامي، الكلمة المنتظرة في كلمة الافتتاح، صحيح عوض بداية القمة، صحيح عوض، وهذا الحضور الكبير خليني أقول من الصحفيين على مستوى العالم. عوض شفنا الوكالات العالمية الحاضرة اليوم، الكل يترقب هذه القمة والكثير من الملفات المعروضة على هذه القمة وجدول الأعمال اللي استمر عام كامل منذ رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في ديسمبر 2019 إلى اليوم. الكثير من الملفات، المجموعات التي عملت اليوم، خلينا نقول الختامي الذي ينتظر العالم إصدار البيان الختامي. ما قبل الختامي، لكن يبقى هو يوم يحمل مؤشرات كثيرة للملفات التي سوف تكون حاضرة وذات أولوية على طاولة القادة. للحديث أكثر عن النصف ساعة القادمة وما ستحمله من ملفات على طاولة القادة كما أسلفنا، نستضيف الدكتور فهد بن جمعة، المحلل الاقتصادي وأيضا عضو مجلس الشورى السعودي سابقا. الدكتور فهد، أهلا وسهلا فيك أولا. أهلا وسهلا. وأستذكر اللقاء الذي أجريناه في عام 2015 في التغطية الكبيرة التي أجريناها عند حضور القادة للقمة الإسلامية الأمريكية كما تذكر. نعم، القمة اللي ذكرت كانت هي قمة عالمية تاريخية، لكن القمة الحالية فريدة في نوعها من حيث المكان والزمان والظروف الاقتصادية والصحية، مما يجعلها فعلا قمة تاريخية غير مسبوقة، وأيضا أثبتت وبرهنت على ما تتمتع به المملكة العربية السعودية وقيادتها بقدرات هائلة استطاعت في هذه الأزمة. تصور لو أن هذه القمة في بلد آخر، لن يحدث ما حدث من اجتماعات. نعم، شاهدنا كيف تعاملت الكثير من الدول التي كنا نظن بأنها تملك نظام صحي ونظام أمني قوي. رأينا سامي وكل العالم شاهد تهاوي الأنظمة الصحية والأمنية والوضع المربك في العالم. كان الكثير يتوقع أن السعودية ليست لديها المرونة الاقتصادية والمالية، ولكن الحمد لله في ظل هذه الظروف الصعبة وفي ظل انخفاض أسعار النفط حاليا بما يقارب 30%، استطاعت المملكة أن تثبت للعالم أنها دولة قيادية، وهي الآن قائدة قمة العشرين، واستطاعت أن تثبت للعالم سواء الدول المتقدمة أو الدول الأقل حظا أنها تقف صفا واحدا معهم من أجل خدمة الإنسانية وصحة البشر وأيضا سعادة البشر بتنمية وإنعاش الاقتصاد العالم. جميل دكتور، أول قمة في العالم العربي نتحدث عن هذه المكانة التي تحظى بها السعودية في الوطن العربي في العالم الإسلامي على مستوى العالم. انعقاد هذه القمة اليوم في السعودية، رئاسة السعودية لمجموعة العشرين خلال هذا العام، ماذا يعني للعالم العربي؟ ماذا يعني للمنطقة؟ أولا، المملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، واقتصاد السعودية عندما يكون في حالة استقرار ونمو سوف يعود بالمنافع على جميع الاقتصادات في المنطقة، سواء في المنطقة الشرق الأوسط أو في العالم الإسلامي. المملكة داعمة للدول العربية والدول الإسلامية، ودائم صندوق التنمية السعودي يشارك باستثمارات كبيرة لدعم هذه الدول. فهذا القمة يعني الكثير لهذه الدول، ومنها مبادرة القمة إلى خفض أو تعليق الديون لهذه للدول الأقل نمو. 46 دولة استفادت منها. نعم، وأيضا هناك قد يحدث هيكلة هذه الديون على مدى 5 سنوات. هذه كلها، هذه القمة وما سوف يصدر منها مبادرات سوف يستفيد منها العالم العربي والإسلامي، لأن المملكة العربية السعودية هي قائدة العالم الإسلامي. جميل. وهي أكبر اقتصاد في هذه المنطقة، ودائما تهدف إلى خدمة العالم الإسلامي
والعربي ودائما تدافع عن مصالحهم ودائما تدعمهم بما تستطيع. جميل دكتور. إذا المملكة العربية السعودية ورئاستها لقمة العشرين وإدارتها الناجحة والقدوة للعاصفة عاصفة كورونا، إذا شاهدتم بالأمس هناك أحد أهم حكام الولايات في ولاية كاليفورنيا تحديدا تحدث عن التجربة السعودية التي يجب أن تستفيد منها الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا لو رجعنا بثلاثة أشهر قبل ثلاثة أشهر كان هناك أيضا في رئيس الوزراء الفرنسي كان يتحدث عن التجربة السعودية. إذن السعودية القدوة سوف يكون الهاجس الأكبر لرئاسة العشرين إعادة الاقتصاد العالمي إلى سابق وضعه، لكن هل لديك دكتور تصور عن الشهور الثلاثة القادمة بعد القمة؟ ما الذي ستسفر عنها مقررات هذه القمة وستساعد في التعافي؟ أولا المملكة الحمد لله شكلت نموذجا صحيا ونموذجا اقتصاديا للعالم يحتذى به، ولذا استطاعت المملكة السيطرة على آثار جائحة كورونا، واستطاع الاقتصاد السعودي كما تشير الإحصائيات في الربع الثالث من نمو الاقتصاد وزيادة الإيرادات غير النفطية التي تجاوزت الإيرادات النفطية، وهذا إنجاز كبير. الاحتياط النقدي كما يتحدث وزير المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار حوالي نصف تريليون دولار. نعم، والصندوق الاستثمارات السعودي ما زال يستثمر ومستمر ويحوز على شركات كثيرة وأسهم واستثمارات كبيرة. الجائحة أولا، إيجاد اللقاح. سنستمر طبعا أيضا بالحديث المطول حول هذه القمة الاستثنائية وأيضا حول العديد من الملفات التي تحدث فيها زملائنا في الميدان من مراسليننا، سواء من الزملاء سامي وأيضا طبعا عوض الفياض وأيضا يوسف الغنامي ومالك الروقي.